اغلب المشاهير كتلقى عندهم معجبين كيحطوا صور ومقاطع ديالهم، هادشي عادي ولينا كنشوفوه بزاف، ربما تلقى الاف الصفحات كتحط فحال هاد النوع من المحتوى، ولكن فما بالو كتلقى واحد مجرم عنده فانز حتى هو وكيحطوا مقاطع ديالو كيدافعوا عليه. هادشي اللي غادي نشوفوه في القصه ديال اليوم مع ايزابيلا غوزمان المعروفه بسفاحه تيك توك. هاد البنت اللي كتشوف قدامك قدرت تقتل الام ديالها ب 151 طعنه، وذلك لسبب غريب جدا. فيديوهات ديال هاد البنت انتشرت بواحد السرعه جنونيه، كما ان الناس او الفانز تاعها كانوا كيتعاطفوا معها وكيطالبوا بالافراج عنها. فبلا ما نطول عليكم اكثر، بداو القصه ديالنا. تزادت ايزابيلا غوزمان في الولايات المتحده الامريكيه سنه 1995. الابوين ديالها كانت كتجمعهم هوايه الفن من قبل ما يتزوجوا، ومن بعد ما تزوجوا تزادت عندهم ايزابيلا قرروا انهم يفتحوا استوديو، وكان عباره عن استوديو للتصوير والرسم، وما كانش كيجيب لهم شي فلوس كثيره، الا انهم كانوا كيعشقوا هذا العمل اللي كيديروه. الابوين كيف قلنا كانوا مهووسين بالفن، ولكن ايزابيلا كانت العكس ديالهم تماما. هاد البنت كانت شويه فوضويه وعصبيه، وكان صعيب عليهم يسيطروا عليها، وهي يلا في عمرها 5 سنوات. العلاقه ما بين الوالدين ديال ايزابيلا ما طولاتش بزاف، لذلك في احد الايام قرروا انهم يتفارقوا، ولكن علاقتهم في العمل بقات كيف ما هي، يعني كانوا متفاهمين مزيان في الخدمه تاعهم، اما علاقتهم الزوجيه حاجه اخرى. ما علينا، ايزابيلا ما حملتش هاد البلان وكانت رافضه نهائيا انهم يتطلقوا، بالخصوص انهم مازال خدامين مع بعضياتهم في الاستوديو. دازت الايام والعائله عايشه هكا، الام يون وايزابيلا عايشين في دار وحده، والاب روبرت عايش في دار اخرى، حتى جا النهار اللي تزوجت فيه الام مره اخرى من راجل سميتو راين. راين كان كيتعامل مع ايزابيلا مزيان وكيحسبها فحال ليلى كانت بنتو ديال بصح، ولكن ايزابيلا كانت العكس، حيت كانت كتكرهو وكتكره حتى الام ديالها يون، لان في الاعتقاد ديالها انها التصرف اللي دارت امها كان اكبر خطا، يعني فحال لا خانت راجلها الاول روبرت، وما كانتش حامله شي واحد اللي يدي بلاصه صباها، حتى من التصرف ديالها مع امها كان غير اخلاقي نهائيا، لدرجه انها كتضربها وكتبزق عليها في وجهها وهي يلا في عمرها 7 سنين. الام قنطات من هاد التصرفات وهي تصيفطها لعند باها باش يدير معها شي حل، ولكن من بعد واحد المده رجعت اسوا من داكشي اللي كانت عليه، يعني الفتره اللي دوزات مع باها ما بدلات فيها والو. كيف كنعرفوا ان كاع الدراري الصغار تيكون عندهم رغبه باش يمتلكوا اي حاجه شافوها بغض النظر عن الثمن او القيمه ديالها، وبلا ما يتسوقوا الحاله الماديه ديال والديهم، وهادشي اللي كان واقع مع ايزابيلا. ايزابيلا كانت كتغير من صحاباتها اللي والديهم ميسوري الحال، وكتطلب من امها تشري ليها اي حاجه شافتها عند صحاباتها، وما سوقهاش هي في القدره ديال الام ديالها. ايزابيلا ما كانتش شي بنت اللي كتقرا مزيان، بل انها كانت كتكره المدرسه والمواد الدراسيه، حتى دارت 18 سنه وهي تسمح في الدراسه نهائيا، وموراها بداو بعض الشباب كيجيو عند ايزابيلا للدار، طبعا هادشي بلا خبر امها، حيت كانوا كينقزوا من فوق الجدار وكيدخلوا سالتين حتى كيوصلوا للغرفه ديال ايزابيلا، وكيبقاو معاها حتى للصباح. الام فاش ساقت الخبر لهادشي اللي كدير بنتها مشات كدوي معاها، وقالت ليها واش انتي ما كتحترمي حتى شي واحد ولا شنو، كيسحب لك الدنيا سايبه هنايا. عرفتوا الرد ديال ايزابيلا شنو كان؟ البنت فاش سمعت هاد الهضره ناضت وبزقات على امها، وزادت هداتها بالقتل حتى هو، وقالت ليها ما تبقاش تدخلي ليا في حياتي، انا حره في راسي وندير اللي بغيت. الام عارفه بنتها مجنونه وتقدر دير هاد ديال بصح، ولات غير كتسلك معاها. مور هادشي مشات عند البوليس وحكات لهم شنو وقع، وان بنتها كتهدد فيها بالقتل. البوليس طبعا ما تيقوهاش، وقالوا ليها ان هذيك مجرد بنت باقه في سن المراهقه، غير ما تديش عليها وكان، دابا تكبر ودير عقلها. الام بقات عايشه في حاله من الذعر والخوف والقلق، ومعامن مع بنتها الوحيده ايزابيلا. واحد النهار من سنه 2013 الام وصلتها واحد الرساله في الايميل تاعها، والرساله كانت من بنتها ايزابيلا، وكتهدد فيها بالقتل عادي، وكتقول لامها غادي تدفعي الثمن غالي على فعايلك. الام جمد ليها الماء في ركابي وما قدرتش داك النهار ترجع للدار، ومشات مره اخرى عند البوليس حيت ما عندها حتى شي حل اخر من غير هذا. الشرطه فاش شافوا الرساله ما صدروهاش فحال المره اللي دازت، بل اتصلوا بالزوج السابق ديال الام يون اللي هو بات ايزابيلا، وقالوا ليه شنو واقع، وصاوه باش ياخذ بنته ويدوي معاها حيت هو اللي يقدر يفهمها ويعرف شنو تحت راسها. الاب روبرت خدا بنته لواحد البلاصه هادئه باش يدويو على راحتهم، وقال ليها بالحرف الواحد، سمعي يا بنتي، امك كتبقى هي امك، وراها كتبغيك بزاف كثر من اي حاجه في هاد الدنيا،
وكدير اللي في جهدها باش توفر لك داكشي اللي محتاجه. وكون كانت شي وحده خايبه كون جرات عليك من الدار فاش كملتي 18 عام، وخا انتي كتعاملي معها خايب الا انها باغا كتحسبك بنتها وكتبغيك. ايزابيلا فاش سمعت هاد الكلام تاثرات به، وفحال جاها الندم على التصرفات الخايبه مع امها. وداك الساعه طلبت السماحه من باها وقالت ليه انها فعلا غلطات بزاف مع الام ديالها، وانها غادي تطلب السماحه منها حتى هي فاش غادي ترجع للدار. الاب فاش سمع هاد الكلام من بنتو ارتاح نفسيا وقال صافي هذا مسمار وطرقناه. فعشية من بعد ما رجعت الام للدار طلعت من الطابق الاول للطابق الثاني باش تدوش. راجلها راين كان جالس في الطابق الارضي شويه هو يسمع الغوات والضرب في الطابق الثاني. ناض كيجري باش يشوف شنو واقع حيت هادشي ماشي طبيعي وكيخلع. اللي كان واقع هو ان ايزابيلا تبعت امها للدوش وسدات عليها الباب وتما بدا الغوات. ولكن راين ما عرفش شنو واقع لداخل وبدا كيحاول يفتح الباب باي طريقه ولكن بدون جدوى. موراها هز التليفون بسرعه واتصل بالبوليس وقال لهم يجيو بسرعه حيت عارف انه احتمال كبير ايزابيلا تادي الام ديالها. راين بقى كيطلب ويزاوق في ايزابيلا تفتح الباب ولكن والو. الغوات ديال الام بقى كيزيد كتر وكتر، ولكن في واحد اللحظه وهو يختفي نهائيا. راين ما فهم والو وما عرفش بالضبط شنو وقع لداخل. شويه هو يلقى الدم خارج من تحت الباب. في داك اللحظه ما شعرش براسو كيدار حتى فتح الباب، وتما غادي يلقى راسو قدام منظر مروع ما تبغيش العدوك. لقى قدامه مراته جوج تهامده غارقه في الدماء، وحدها بنتها ايزابيلا وفي يديها موس عامر بالدم. راين في هاد اللحظه تبلوكا وما عرف ما يدير، وبقى كيتسنى نوبته وان ايزابيلا كيف قتلت مراته غادي تقتلو حتى هو. ولكن ايزابيل ما قاصتوش، شافت فيه واحد شويه ومراها خرجت ومشات في حالها. فاش وصلوا البوليس قلبوا البصمات وعرفوا فعلا ان ديك البنت قتلت امها، وانها طعنتها بذلك السكين ب 151 طعنه قاتله في منطقه الراس والعنق. ولكن الغريب ان ايزابيلا ما كانتش باغا امها تموت، كانت باغا غير تعذبها وصافي. البوليس خرجوا كيقلبوا على ايزابيلا ولكن ما لقاوهاش، وهما يحطوا تصورها باش اللي شافها يتصل بيهم. الغد ليه واحد السيد اتصل بالبوليس وقال لهم انه شاف جثه في احد الاماكن. البوليس غير سمعوا جثه وهما يديروا احتمال واحد فقط، وهو ان هذه هي الضحيه الثانيه ديال ايزابيلا. مشاو بسرعه لمكان الجثه وغادي يتصدموا من داكشي اللي شافوا. لقاو انها هي ايزابيلا النيت، ولكن غير ناعسه وعامره دمايات. البوليس شدوها وداوها للمستشفى لان يديها كان فيهم جروح خطيره من الشده ديال الموس، حيث كانت موركه على الموس بقوه. فاش خرجت النتائج ديال الطب الشرعي لقاو ان ايزابيلا ضربت امها 151 طعنه في راسها وفي العنق ديالها، ولكن هادشي كاع ما كفاها بل انها زادت ضرباتها 50 ضربه بعصا ديال البيسبول من بعد ما ماتت. جريمه تبتات في حق ايزابيلا، ولكن الغريب جدا انها كانت كدير تصرفات غايه في الغرابه قدام المحكمه، بحال الا بغيتي تقول كانت كتصور شي مقطع في التيك توك او السناب. ايزابيلا قالت لهم في المحكمه ان امها وراجل امها كانوا كيفرضوا عليها احد الديانات بدون ارادتها، داكشي علاش كانت كتحاول تبعد منهم، زائد انهم كانوا كيتعاملوا معها معامله جد سيئه وشي مرات كيسدوا عليها وكيخليوها بالجوع لعده ايام. Abused at home by my family for many years. My parents are Jehovah's Witnesses. And I left the religion when I was 14 and the abuse at home worsened after I quit. هادشي كامل طبعا كان مجرد كذب. راين وباها قالوا العكس، وحتى من الجيران شهدوا فيها وقالوا انهم كانوا كيعاملوها احسن معامله وهي اللي كانت خايبه وماشي مها وراجل مها راين. المحكمه خدات ايزابيلا لاحد الاطباء النفسيين ولقاو عندها انفصام حاد جدا في الشخصيه، وكتجيها تخيلات بصريه وهلوسات جد غريبه. شي مرات كتبقى تخيل ان الام ديالها ماشي هي امها وانها امراه اخرى سميتها سيسيليا، وخاصها ضروري تقتل هاد سيسيليا، وهادشي اللي خلاها تقتل امها. من بعد ما دوزت 8 سنين في السجن ظهرت واحد المره في احد اللقاءات الصحفيه وقالت انها كتعالج وبدات كتحسن وندمت على كاع داكشي اللي دارت، ولا مشات حتى خرجت من السجن غادي تتعامل مع الناس معامله طيبه وحسنه وترجع تعيش حياه طبيعيه وتبدا صفحه جديده. myself when I did that and I have since been restored to full health. هاد الفيديوهات انتشرت بسرعه على موقع تيك توك وكلشي بدا كيطلب الافراج عن ايزابيلا وكيقولوا انها مجرد ضحيه مسكينه كانت كتعاني من مرض نفسي ودابا تعالجت منه، وان من حقها تعتنق الحريه وتبدا حياتها من جديد. في نفس الوقت كاين ايضا طبقه معارضه كيقولوا ان خاصها تبقى في السجن لانها ارتكبت اكبر جريمه وهي القتل، وما قتلاتش انسان عادي، هذه راه قتلات اعز انسان عندها واللي هي الام ديالها.
يعني واخا كانت مريضة راه ما عندهاش الحق تدير هاد الجريمة وما عندهاش مبرر مقبول. في نظركم نتوما واش من حقها تخرج من السجن وتبدا حياة جديدة وصفحة جديدة، ولا اللي دار الذنب يستاهل العقوبة؟ ما تنساوش تخليو لينا الرأي ديالكم في التعليقات. شوفكم في حلقة جديدة، تهلاو ليا فراسكم، تشاو.